ولا كل مداخلات هي قيمه ودائما تصب غيرتها تصب على مدينه الدار البيضاء. اليوم اكيد على اننا كنا في اطار برنامج عمل اللي باطق من الحقيقه ديال مدينه الدار البيضاء. أخوات من فضلكم والإخوان، لقد استمعنا بإذن لكل المداخلات، هي بالفعل مداخلات قيمة. لازم أنني نشكر مكتب الدراسات اللي قام بالعديد من اللقاءات وجمع البيانات، وكانت عنده صعوبة لتجميع البيانات وكل الوثائق. يمكن نكون تيمواني لان ما كانش من السهل هذه العمليه. طبعا الشكر الموصول للاخ مطاس لانه قام بالفعل بالعديد من اللقاءات. وإلا قلنا 200 فنحن ما زلنا مستقرين. إذا كان عندنا إصدار 10 فما بالك بباقي الأحزاب وما بالك بمصالح الخارجية وما بالك بلجنة المساواة وإلى غير ذلك من اللجان القائمة اللي كانت ضرورية وملحق برنامجنا. اليوم باش ما نعاودوش نعاود نقول اننا ما غاديش نسيسو برنامج العمل، هو برنامج العمل ديال البيضاويين ورئيسة مجلس جامعة الدار البيضاء كان لازم عليها طبقا للقوانين المقتضى بها انها توجد برنامج العمل بمساعدة المكتب المسير طبعا. كل نائب هنا في الاختصاص ديالو عمل واحد العمل جبار باش يمكن له يخرج واحد عدد من المشاريع داخل برنامج العمل. بدينا بالبنية التحتية، مشينا للمشاريع الكبرى، مشينا للمشاريع ديال القرب، ومشينا أيضا للمشاريع النووية اللي عندها علاقة بالبيت. الظرفية العامة ديال بلادنا حتمات علينا أننا نديرو برنامج عمل كيف ما قلت ونعاود نأكد عليه اللي كيصب في البيئة. كان خصنا اليوم نحترمو مخرجات الماء والحقائق لأن اليوم على تدبير الماء داخل مدينة الدار البيضاء. عندنا نسبة ديال الجفاف جد مهمة، راه نقطة خصنا اليوم نحافظوا عليها. وطبعا هذه غير التذكير، طالبنا بلانيداك باش صافطات إنذارات لي سيغ كونسوماسيون لجميع المستهلكين ديال الماء داخل مدينة الدار البيضاء. ودرنا واحد ليتود باش نجيبو شكون هما هاد المستهلكين، واليوم درنا لهم تحسيس باش ينقصوا من استعمال الماء لان خصنا نخليو الماء صالح للشرب. اليوم ثلاثة المحطات ديال تدوير المياه العديمة، وحدة في مديونة، وحدة في العمق، وحدة في البرنوصي، وحدة زناتة، هاد ثلاثة المحطات إلا في الأول كانت كيف ما كتقولوا ارتجالية لأن كان خص دراسة مدققة. واليوم كذا بيئة اللي هي الشركة المفروض لها تدبير هذا الملف انتهت بالدراسة وخرجت بثلاث محطات، وكل محطة عندها واحد النسبة ديال تدوير المياه. وفرقنا الدار البيضاء على ثلاث، الجهة ديال مديونة فين غادا تمشي فيغ الحي الحسني وسيدي عثمان ومولاي رشيد، زناتها غادي تعطي البرنوصي والحي المحمدي و عين سبب، محطة ديال الأنفا ديال العمق غادا تعطي أنفا وغادا تعطي لوغولف ديال أنفا وشوارع ديال أنفا، مديونة غادا تعطي لودا أوسي. دونك كاينة دراسة جد مدققة على هاد الداتا ديال المحطات اليوم اللي غادي يبداو دفتر التحملات. وراه سي شاكور معايا مثلا، هادي مصداقية ما كنطالبش من عدم دفتر التحملات غادي يخرج للوجود في الأسبوع المقبل، لأن خصنا نبداو العمل. راه هادشي مبقاش غير هدرة، راه اليوم خصو يتفعل، لأن كيف ما قلت لكم نحن في صراع مع الزمن. بغينا نقضوا الدار البيضاء ونركوها مدينة خضراء، ولكن في نفس الوقت عندنا تحدية الماء. توزيع الكهرباء نفس الشيء، الإنارة العمومية اليوم قلنا خصنا نديرو أن شيما ديريكتور للإنارة العمومية وفيه ترشيد النفقات. هاديك 60% ديال الفاتورة هي باش غادي نفقوا على هاد المرفق اللي هو الإنارة العمومية، وغادي يمكن لينا نديرو إنارة عمومية بمعايير دولية، غادي توصل 12 الليل يمكن أديستانس نقصو منها، وربعة الصباح نقدرو نطفيوها في بعض الأماكن.
والى ما غير ذلك من الاشياء اللي يمكننا اليوم نديروها في الاناره العموميه. يمكننا نديروا فيها الويفي وتولي الدار بدا كلها كونيكتي. يعني واحد العديد ديال الاشياء اليوم اللي بغينا. فاحنا كيف ما قلت لكم التحديات راه كبير. هذه بالنسبه للاناره العموميه. بالنسبه للمطرح مصنع تكلمنا عليه وخدا وقته كاملا يعني التوصيات ديالكم اللي خرجت على انكم بغيتوا 100% ديال زيرو ديشي على الاقل، هادشي راه حنا خديناه بعين الاعتبار. واليوم كنخدموا في الكلفه باش ندبروا هاد المرفق. نعاود نرجع اننا في الاول قلنا مشاريع تنمويه مهمه عرفتها مدينه الدار البيضاء، وانا لا ابحث بعمل يعني المكاتب ولا المجالس السابقه، كل واحد حاول يدير ما يمكن له ما يدير من مجهود، ولكن بقات نواقص طبعا. واليوم حتى هذا المجلس راه إلي با سي با لو باغفي، راه اللي كيقول انا باغفي راه يمكن غلط، غادي نديرو مجهود ولكن غادي نخدموه بون مانيير سيانتيفيك، غادي نحسبو الزمن كيف ما قلت. عندنا حتى 2027 راه غادي نحسبو كل نهار ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف السيد الوالي. هاد برنامج العمل عنده مصداقية. صحيح تكلمنا على التمويل والتمويل كيبان لينا صعيب، حنا عندنا خصائص ذاتية ديال المجلس وعندنا خصائص مشتركة. في إطار الخصائص المشتركة مشينا تبقينا على القطاعات الحكومية وعطاونا موافقات مبدئية طبعا على أنهم غادي يبشرونا في برنامج العمل. بقاو لينا اختصاصات ذاتية وهي اللي جات فيها هاد التمويل ديال 7.7، يقدر يكون 7.8، يقدر يمشي حتى بلوس ولا موان لأن كاينين التقديرات. فأون فوا غيتلونسا لابيل دوفر عاد ديك الساعة كتكون عندنا المصداقية الحقيقية. فمنبقوش على الفصيلات ونقولوا لا راه انتي قلتي 7.1 قال 8، لأن ملي كنلونسي مارشي وكيوقف ونصادق عليه ونسليه ونحطو في بريزا عاد الساعة كتكون عندي المصداقية الحقيقية. فدابا كنقول جو سوي أبروكسيماتيف. على أي جوابا على الأخ المحترم، ف نرجع نقول التمويل حقيقي هناك تحديات في التمويل، لأن إضافة 10% سنويا راه ماشي سهلة، لأن أفق 26 خصنا نزيدو بالميزانية تكون لينا 6 ديال المليار في مدينة الدار البيضاء. ماشي 3.3 اللي لقينا، الحمد لله اللي عرفوا معنا 4.2، التحديات ديال آخر السنة 4.8، طبعا صعيب، ولكن بتضافر الجهود راه حنا غنوصلوا لها، وهنا الشكر موصول لرؤساء المقاطعات، وهما يشهدوا على لي غروب واتساب اللي عندنا معاهم، وعلى التدقيق في لي غوسيت اللي عندنا اليوم داخل المقاطعات، وهنا كنشكرهم من هذا المنبر لأن كاين تحديات وكاينه منافسة لتحسين مداخل مدينة الدار البيضاء. فريمون يفون ان ترافاي اكسترورديناير، شكرا لكم على كل ما تقومون به من خدمة لصالح العام. اليوم عندنا هذا التحدي ديال وطبعا يعني اللي خصنا نأكدوا عليه هو هنا عندنا شركاء اقتصاديين داخل مدينة الدار البيضاء. اليوم تحل الحوار ولا الثقة، ما نبقاش أنا غنمشي للقضاء ولا نولج، واش نجلسوا بعداك؟ واش اللي درنا جلسنا؟ وتفاهمنا والحمد لله جاب الله نتيجه. اليوم الى خديت الاشهار راه الجميع طبعا ادى ما عليه من يعني من التاخيرات، ومازال هادشي غادي، ما كنقولش هادشي من عدم. هاد العام دخلنا 120 مليون ولا 132 مليون اكزاكتومون، وعادات يعني عمره ما دخل. واليوم من النهار اللي درنا الميزانيه قلنا غادي نجيو هادشي ديال الاشهار، مثلا بغينا ندوزو من 132 اللي دخلنا هاد العام بغينا ندوزو 160، وباش ندخلو 160 مشينا حقنا الاليات. اليوم لا واحد الاشهاريه ما كاينش له ضغوط، لو ضغوط اوربان ولات تقريبا جوج ديال ملايين السيارات اللي كيدوزو منها النهار، دونك ولات عندها جاذبيه، حلينا المجال ودوزتوه في القرار الجبائي. مشينا للجبايات أخرى ديال اللوحات الإشهارية اللي كانت بلاد وعمرها ما تخلصت، اليوم الحمد لله كاينين وسائل باش غادي نبداو نخلصو هادشي. إذا هادشي بطريقة معقلنة ودقيقة اللي كطلب مجهود، راه ماشي سهل. اللي جا قال راه ساهل هادشي راه ما ساهل،
وخير دليل على ان 5 سنوات اللي فاتت كان عندنا مشاكل تحصيل. اليوم السنه الاولى كاينه فيها ايجابيه، السنوات المقبله كنطمحوا على اننا نزيدوا. علاش؟ لان كاين واحد المناخ ديال المصداقيه اللي مجال كذلك. بالنسبه لبرنامج عمل احنا بديناه ماشي عبر الدوله اللي كنتكلم على مداخيل لي بينيترون دو كازابلانكا، احنا ديجا بدينا ملي كنتكلموا على المصنع. نتوما كمجلس راه زدتو القرار ديال اقتناء الارض، دوزتو القرار ديال لو بري كاليفيكاسيون مقرر، دونك راه ما بقيتوش جالسين ربحتو الوقت. ملي كنتكلموا على محطه معالجه المياه، كاين عمل يوم الوعاء العقاري خدا بعين الاعتبار. ملي كنتكلموا على لي كورنيش، غير هو اللي خصنا نزيدو هاد العام. وانا كنت شاطر كسي عبد الصمد الراعي، ترشيد النفقات ديال السير غادا تكون صعيبه. علاش؟ لا تخيمي لازال واحد اليوم بغينا نفق، وحنا كنفتخرو بالنفق ديالنا. واش عرفتوا ان كيكلفنا 30,000 درهم يوميا؟ لان فيه ناس كتشتغل. 30,000 درهم الا ضربناها 365 يوم كتعطينا واحد المبلغ تقريبا ديال 6 مليون ديال الدرهم ولا اكثر، اللي خصنا نوجدوه في ميزانيه السير. دونك راه حنا ما ساليناش من المنشآت الكبرى، ملي خرجنا الوجود ولات خصها ميزانيه للتسيير. ملي كنتكلم على لا كورنيش ديال لا بروبلاد ديال العمق وديال العين ديال خصها صيانه، الحجر الضعيف لي كابو راه بداو كيتهرسو، الحديد راه بدا كيسوغوي، يعني هادشي خصو صيانه. ودونك كل سنه وكل منشأة خرجت في مدينة الدار البيضاء دي خصها الصيانة ديالها، وهذا واحد الجزء مهم اللي غادي ياخذ لنا واحد القسط مالي مهم. لأن وما يعاب على المجالس المنتخبة وهو هذا المشكل ديال أننا ملي كنخرجوا مشروع ما كنديروش له لا استراتيجي ديالو دو مانتونونس. كنتكلم اليوم على المرافق الإدارية، المرافقات الثقافية، المركبة الثقافية الرياضية، طبعا حتى هي خصها صيانة. خسرنا فلوس، وهذا كان برنامج ديال المجلس اللي فات، على بعض المنتزهات. إلى اليوم منتزهات ما خليناهاش بنفس الميزانية ديال الصيانة ديالها، راه غادي نتلاشى. فأي حاجة تزادت اليوم في جماعة الدار البيضاء عرفوا على أنها تكلف. بغينا النقل من أحسن، كنظن أن الدار البيضاء ما كايناش مدينة في المغرب اللي عندها أحسن وسائل نقل كمدينة الدار. 700 حافلات، جوج ديال الخطوط الخام، جوج ديال الخطوط الباشينات، إن شاء الله 2024 جوج ديال الخطوط الإضافية، شبكة جد مكثفة، ولكن راه هادشي عندو ثمن. إلا بغينا الجودة وبغينا يعني أننا نوصلوا الناس لمقرات العمل ديالهم في أقرب وقت ممكن، راه غادي خصنا 600 مليون ديال الدرهم ديال لو طرام وديال لو بوس، وغادي خصها توجد في الميزانية. وهذا تا هو تحدي كبير. راه نهار إلا ما خرج الطوبيس حيت ما خلصناش العجز ديال اللي كياخد الطوبيس كياخدو 5 دراهم وجماعة كتخلص عليه 4 دراهم، هنا كيبقى المشكل. فهاد 600 مليون ديال الدرهم نتوما اللي خصكم توجدوه باش تخليو على أن النقل يمشي بالكيفية اللي بغينا. بغينا الطرام عمرو ما يكبس، وبغينا الطوبيس عمرو ما يحبس. جمع الاسباب بمدينه الدار البيضاء، واليوم راه عندنا غادي نتكلموا عليها توتالا، راه بغينا الدار البيضاء انها تنقى يوميا. نجمعوا الاسباب يوميا 4000 طن ماشي سهله باش نجمعوها، وهذه حتى هي غادي تخلي لنا واحد كميه مهمه ديال الاموال. ولكن اللي اكثر من ذلك، واش عرفتوا المصنع الجديد شحال غادي يكلفنا؟ اليوم كندبروا المطرح ب 137 درهم في الطن، هادي اون سيغ 60 مليون درهم تقريبا السنة باش كندبرو المطرح، يعني اون بلوس ديال جمع النفايات باش تخدم في المطرح ودالات السمين ديالها راه ميزانية. ولكن اللي خصكم تعرفوا على أن المصنع الجديد غادي يكلف مجلس المدينة 240 مليون درهم العام، حيت غادي باش نحافظوا على البيئة سوف نؤدي الثمن. ولكن هذا يعني سيتي ان شوا ديال هذا المجلس، بغينا نحافظوا على البيئة، بغينا الدار البيضاء. وحنا يلا سنينا بروتوكول ديال اننا الدار البيضاء غتبقى الدول العالمية من ناحية احترام البيئة. ف
باش ما نطولش عليكم لان الوقت غادي ياخذنا. انا كنشكركم على تفهمكم وعلى يعني التاكيد على حضوركم داخل اللجنه من اجل مناقشه برنامج العمل. الكمال لله، انا كنقولها لكم راه غادي نوضعوا كل ما اوتينا من قوه كمكتب وكمجلس وكاعضاء كل من موقعه باش يمكن لنا نتعاون ان شاء الله باش تكون عندنا الامكانيه ل يعني تنفيذ هذا البرنامج. الله يوفقنا ونمروا على خير. نصوتون بنعم على برنامج على جماعه الدار البيضاء. نصوتون بنعم. Ah, j'ai été capable de faire un